يمكن للدول أن تخرج من حطام الحروب والكوارث والأزمات، فكثيرا ما خرجت دول عظيمة من رحم المعاناة وويلات الحروب، مثل ما حدث في النموذج الياباني مثلا بعد دمار هيروشيما وناغازاكي، ومثل ما حدث في رواندا بعد حرب العقود الثلاث. لكنها لا تستطيع أن تخرج من براثين الفساد مهما كانت قدراتها، فالفساد يفرز نوعا من المخملية الطبقية والقائمة على استباحة المال العام واستغلال المنصب والنفوذ. وهنا تتسع الهوة الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، بين الشعب ومن يسوس مصالحه. فضيحة المنح الدراسية هي مجرد جزء بسيط من مشهد مخيف يعيشه المواطن، فالوطن وخيراته كعكة يتقاسمها الدبلوماسيون والعسكريون والساسة وذوي النفوذ، ويعزز فرضية استشرائه في مفاصل الدولة غياب أجهزة الرقابة واستقلالية القضاء كآليات لمكافحة الفساد، ناهيك عن موت الضمير واختفاء الوازع مع تعذر وجود العقوبة والرادع. نعم، موت الضمير عند من درجنا أن نسميهم بالمسؤولين، ممن يتولون أمور شعب تطحنه الحرب والمجاعة والنزوح والجهل والمرض، وأخيرا يأكل الفساد المشين بقية كيانه. فمتى يستحي هؤلاء؟ أم أنهم لا يستحون؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت عدن. روائح الفساد تنبعث من داخل أروقة وزارة التعليم العالي والتدريب المهني. تلاعب كبير بالمنح الدراسية حدث طوال السنوات الماضية، أكثر المستفيدين منه هم أبناء وأحفاد دبلوماسيين يمنيين ومسؤولين في الحكومة، معظمهم ينتمون إلى حزب الإصلاح الذي ظل مسيطرا على الحكومة وقرارها خلال تلك السنوات. وفقا لكشوفات رسمية مسربة من داخل وزارة التعليم العالي، فقد استحوذ أبناء وأقارب قيادات حكومية وحزبية وعسكرية وأمنية على المئات من المنح الدراسية على حساب الطلبة المتميزين الذين لم يجدوا لهم مكانا وسط تقاسم المنح الدراسية وتبادل المصالح بين المسؤولين الحكوميين. السطو على المنح الدراسية شمل الدرجات كافة وفي مختلف التخصصات الدراسية، ويحصل هؤلاء الطلبة على ملايين الدولارات شهريا من قبل الحكومة، كما تقول معلومات أفادت بأن هناك مسؤولين حكوميين أدخلوا أكثر من قريبا لهم في هذه المنح الدراسية. والمتورط في كل هذا هو وزير التعليم العالي خالد الوصابي، بحسب ما ذكرته معلومات ومصادر أكاديمية. أكدت أن المسؤول الحكومي منح المئات من المنح الدراسية لأبناء قيادات بارزة في حزب الإصلاح خلال السنوات الماضية. هذا السطو أثار غضبا واسعا في الأوساط اليمنية، فطوال الأيام الماضية طالب صحفيون ونشطاء وسياسيون بسرعة إقالة وزير التعليم العالي ومحاسبة المتورطين في صفقة الفساد، محذرين من اتساع رقعة الفساد والمحزوبية التي تغزو المؤسسات الحكومية. غضب الشارع اليمني استدعى تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، فبحسب المصادر الرسمية وجه العليمي أثناء ترأسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولية الدولة، بمن فيهم أي شخص من عائلة المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط. التوجيه الرئاسي نص أيضا على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عدن الدكتور سالم الطاهري، مدير عام البعثات والمنح الدراسية في وزارة التعليم العالي، وأيضا من المكلا الدكتور وجدي بوزير، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة حضرموت. أهلا بكم جميعا. بداية دعني أبدأ معك دكتور سالم.
يعني أظهرت الوثائق المسربة من وزارة التعليم العالي حجم العبث بالمنح الخارجية وحرمان أبناء المواطنين منها لصالح أبناء المسؤولين. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم وعلى المستمع الكريم. طبعا بالنسبة للكشوفات اللي تم تسريبها من وزارة التعليم العالي، أنا من وجهة نظري أعتبر أنه الكشوفات ممكن نعلنها من سابق، مش بالضرورة أنه يتم تسريبها. ليش؟ لأن هؤلاء طلاب يدرسون في الخارج، ومن حق أي إنسان يطلع عليهم. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للمنح الدراسية، هي قد يكون فيها نوع من اللبس زي ما حضرتكم تكلمتوا. ففي منح دراسية يعني تصل إلى الوزارة، وهذه المنح الدراسية هي التبادل الثقافي طبعا، يتم الإعلان عنها ويتم التقدم لها عبر موقع الوزارة، وفي حينها يتم توزيعها بشفافية مبدئيا، يعني بالنسبة لمنح التبادل الثقافي. طبعا يحصل في بعض الخلل نسبيا، ولكن في منح أخرى خارج معرفتنا احنا كلجنة ابتعاث او كمدير عام للبعثات، ويتم توزيع هذه المنح بدون معرفتنا. فالمنح لا تختصر على ابناء المسؤولين، ولكن يدخل ابناء المسؤولين. طيب دكتور سالم، من يقوم بتوزيع هذه المنح؟ انا وانت مدير عام للبعثات والمنح اساسا. اصلا اللي الكشوفات اللي اتسربت، واغلب الاسماء واسماء ابناء المسؤولين او غيرهم، هم لم يحصلوا على منح التبادل، وإنما حصلوا على المساعدات المالية. هم يدرسوا على حسابهم البعض منهم، ويحصلوا على مساعدات مالية طبعا بتوجيهات من الجهات العليا. إحنا مهمنا فقط ننفذ التوجيهات، يعني توجيهات من معالي الوزير إلى الوكيل، والوكيل يوجه على عندنا، ونحن نقوم بتوزيع بالاعتماد، لأنه لا لنا صلاحيات أن نرفض. لما بدأنا نرفض شفنا العدد كثر ورفض، قاموا بإقالتنا بعد هذا الكلام. يعني هم قاموا بإقالتك دكتور سالم بعد رفضك؟ نعم. طيب برأيك 170 في الربع الرابع من عام 2021 كان عدد المضافين 170 طالب في الخارج يدرسون. فاعترضنا عليها، وقلنا أنا بالنسبة لي شخصيا لا أعترض أنه الطلاب المستحقين نظرا للظروف اللي يمر بها البلد، ممكن نعمل ضوابط معينة، وعلى ضوء الضوابط هذه المعينة والمعايير يتقدم الطلاب، ومن دخل ضمن الضوابط والمعايير نعتمد له مساعدة مالية. فلم يعجبهم هذا الكلام واعتمدوهم هم، ورفضت وقع الكشوفات أنا. طيب برأيك لماذا تم تسريب الوثائق الآن في هذا التوقيت، ولماذا أخذت هذا الزخم الكبير؟ والله لا أعلم من اللي سربها ومن له مصلحة في تسريبها. دكتور سالم، الاتهامات تدور حولك، كيف تعلق؟ أيوة، كيف أعلق؟ أولا أنا لم أطلع على الكشوفات ولا لي توقيع فيها، وبالذات كشوفات الربع الرابع. بإمكانكم الاطلاع عليها وتلاحظوا أني بدون توقيع لي، فكيف ممكن يسلموني كشوفات وأنا مش موقع فيها؟ هذا واحد. طبعا يوم أمس كنت في مقابلة مع عدل المستقلة، وأطلعوني على ملخص فيه توقيع فقط، اللي هو ملخص إجمالي المبالغ المالية، وفوجئت أنه مش توقيعي، توقيع شخص آخر بدلي، وهذا يعتبر تزوير طبعا. طيب دكتور سالم، هل الوزير خالد الوصابي متورط في منح هذه المنح إلى أبناء المسؤولين؟ والله أنت تعرف من هو يعطي التوجيهات في اعتماد الطلاب. طبعا بالتأكيد مش أنا اللي أعطي التوجيهات في اعتماد الطلاب. من الذي يعطيك التوجيهات؟ الوزارة هو مسؤول عن كل شيء. من الذي يعطيك التوجيهات دكتور سالم؟ التوجيهات تجي من معالي الوزير، وراجع يقول لنا معالي الوزير أنا استلمت توجيهات عليا، نقول له طيب أعطينا صورة من التوجيهات العليا لكي نحتفظ بها في ملف الطالب. إذا بكرة أو بعد بكرة أحد أجا يسألنا، أنت اليوم وزير بكرة ما بتكون وزير، يقول هذا مش من اختصاصكم، وأنا سأحتفظ بالتوجيهات عندي أنا، يكفيكم أني أعطي توجيهاتي وتنفذوها أنتم. هذا اللي يحصل. طيب أنت لك تقريبا في دائرة الابتعاث دكتور سالم ما يقارب 5 إلى 6 سنوات، يعني وأكيد أن كانت هناك أسماء لأبناء مسؤولين في هذه المنح،
ولا بد أنك على دراية بهذا الموضوع، لماذا لم تتخذ أي إجراء؟ لماذا لم تستقيل؟ لماذا لم تخرج وتتحدث؟ والله شوف، أنا فعلا لفترة طويلة، ولكن زي ما شرحت لك إحنا تجينا التوجيهات وهم ما يجوا دفعة واحدة أبناء المسؤولين، وأغلبهم أنا لا أعرف أنهم مسؤولين ولا أبناء مسؤولين، لأن إحنا لا نركز على الأمر هذا. في عندي مختصين، أنا تجيني التوجيهات وحولها إلى المختص، المختص يتم بإضافة الطالب ولا نعلم، وأغلبهم وعرفنا الآن من خلال نشر الكشوفات ومتابعة الصحفيين والكتاب، إحنا لا نعلم كل المسؤولين ولا نركز على الأسماء. طيب دكتور سالم، ما هي المعايير المطلوبة أو الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب لكي يمنح يعني درجة الابتعاث إلى الخارج؟ ما هي الشروط تحديدا؟ عندنا عندنا الابتعاث نوعين، الابتعاث النوع الأول وهو الأساسي والذي مصرح به، اللي هي منح التبادل الثقافي من عام 2017 تم 15 16 17، تم توقيف الابتعاث كليا ما عدا منح التبادل الثقافي، وهي محدودة منح التبادل الثقافي، فتصلنا منح التبادل الثقافي ونقوم بالإعلان عنها عبر موقع الوزارة ويتقدم لها الطلاب، ونقوم بتوزيع المنح وفق وأعلى نسبة، وهذا موثق وموجود لدينا بالنسبة. لكن زي ما شرحت لك، في منح أخرى إضافية تصل إلى الوزير مثلا أو الوكيل، ولا أعلم بها أنا ولا يخبروني بها، ويقوموا بتوزيعها بدون علم. وهذه هي التي تخصص وهذه هي التي تخصص لأبناء الوزراء أو المتنفذين في الدولة؟ فيما يخص المنح اللي هي متكاملة، مقعد مع مساعدة مالية، نعم. لكن في زي ما شرحت لك، عندنا أكثر من 10,000 طالب تقريبا على حسابهم الخاص يدرسوا في الخارج، وهؤلاء الطلاب يتقدموا بالطلب لمساعدة مالية، لمساعدة مالية، أما المقعد قد هو يدرس إما على حسابه أو حصل عليه بطريقة أخرى، ويتم اعتماد المساعدة المالية، يعني هو الآن الذي يدور حول اعتماد المساعدات المالية أكثر من ما هي اعتماد المنح التبادل الثقافي. منح التبادل الثقافي فيها برضه، فيها في العام الماضي أتصور أكثر من 50 مقعد تبادل ثقافي يتم توزيعهم بدون علم مدير عام البعثات وبدون إعلان وبدون مفاضلة. طيب دكتور سالم، بس جواب سريع، يعني أريد منك جواب سريع، هل كل الذين أدرجت أسماءهم في لائحة المنح هل طابقت الشروط والمعايير؟ نعم أو لا؟ مش كلهم 100%، لا. طيب دعني أنتقل إلى الدكتور وجدي بوزير من المكلا. دكتور وجدي، يعني هل المنح الدراسية أصبحت قابلة للبيع والشراء، أم أن الدولة أصبحت في خدمة المتنفذين والمسؤولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. فعلا المنح هي بيع والشراء، والموضوع هذا ليس جديدا، وإنما من سنوات سابقة، ولكن الآن طفح الكيل وأصبحت البيع على علني. المسألة قائمة على أنه المتنفذين، رغم أن الشعب يعاني الأمرين، لكن هناك وجوه لا تستحي زي ما تذكرتوا في تقريركم، لكن هذا الشيء لن يسكت عنه، لا بد من محاسبة شافية وافية، نعرف من المتنفذ، من وراء هذه الموضوعات، ولماذا تم توقيف الابتعاث والمساعدات المالية ثم عادت من جديد. أليس الشعب أحق بلقمة العيش والكد ونقص الرواتب أو ضعفها أو عدم سلامها في بعض المناطق؟ أليس الشعب بحاجة لهذا؟ ثم بعد استعادة الدولة واسترداد النظام ممكن ننظر في مسألة البعثات، لكن هناك في خلل وعدم الشفافية في وزارة التعليم العالي. يعني الأخ سالم لا يجنب نفسه من المسؤولية، قد يكون هو بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن هو أعتقد في رأيي أنه يعني جانب بعض الخطأ في تمرير أو الموافقة أو السكوت على بعض الأشياء اللي مرت في سابق. طيب إذا كان الكل متورط من قيادة الدولة في نهب منح الفقراء، من سيحاسب المسؤولين على هذا العبث؟ الشعب لازم أن ينتفض، لابد أن يدافع عن حقه، كفاية سكوت. أعتقد أنه هذه أبسط الأشياء،
طلاب يكدوا ويسهروا ويجتهدوا لكي يحصلوا على المعدلات العالية، ثم يأتي آخرين ويحصدوا منحهم ومقاعدهم. حرام هذا اللي يصير. يعني لماذا السكوت على هذا الشيء؟ يعني هناك في أشياء بسيطة سكتنا عنها طوالا وسنوات ومرارا. نحن في حرب، نحن في أزمة، نحن في مشكلة، نحن في وضع استثنائي، لكن إلى متى؟ إلى متى هذا الوضع يستمر؟ وهناك من يعني في عنده القدرة المالية والحاجة الذي يمول أبنائه الدراسة في أرقى الجامعات العالمية، ثم يزاحم أبناء الفقراء والبسطاء في مقاعد دراسية. يعني وبعدين المبالغ التي تسلم من الدولة مبالغ زهيدة قياسا بما يعانيه الطالب في الخارج. أنا في السابق كنت أستاذ طالب متعث، ولكن للأسف عانينا كثير، ولكن الحمد لله نحن خرجنا قبل ما تأتي الأزمة هذه. لابد من شفافية عشان نبني دولة، لابد من محاسبة، لابد من وضع معايير تمام وشفافية وعلنية. نترك المجاملات إلى متى؟ المجاملات إلى متى؟ هذا العبث الذي يحصل، الكل شركاء في قتل هذا الشعب سواء في مجال تفضل. دعني أعود للدكتور سالم الطاهري. يعني أظهرت إحصائيات مسربة أن نسبة المنح لأبناء الجنوب لا تتجاوز حتى 10% من إجمالي المنح. أين المناصفة؟ وهل أبناء الجنوب فقط مكانهم جبهات القتال والمقابر؟ ما تعليقك على هذه الإحصائيات وإجمالي عدد المبتعثين عموما ما يقارب 3517، منها 255 منحة لأبناء الجنوب؟ السؤال لي. نعم دكتور سالم. نعم، شوف يا أستاذي القدير، احنا بدأنا من عام 17-18 للمنح وتم اعتماد المناصفة. مرة أخرى أنا بكرر، قد يكون أنه سوء فهم، ما فهمتني لأنه سمعت. أنا أتكلم عن الإحصائيات دكتور سالم. أيوة أتحدث عن الإحصائيات. الإحصائيات أقول لك 17-18، طبعا ما قبل 17-18 كانت المنح توزع من صنعاء، ومن بعد وهذه المنح اللي بيحكي عليها هي اعتماد مساعدات مالية. أما المنح التي أنا أحكي عن المنح التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة هي بالمناصفة، والمحافظات على كل محافظة تأخذ حصتها برضو، وأنا مسؤول عن كلامي وكل شيء موثق، وأنا أول من بلغ عن هذا الموضوع للجنة الفساد، وأطالب أي جهة ومستعد للمساءلة أمام أي جهة. طيب دكتور سالم، يعني أكثر الأسماء المسربة في هذه الكشوفات كانت لأبناء الشمال. نعم، أنا أقول لك اللي سابقا من مرسلين من صنعاء كانوا يرسلون. أنت تتحدث سابقا، الآن دكتور سالم، الآن الكشوفات هذه الحديثة التي سربت مؤخرا أكثر الأسماء فيها لأبناء الشمال. أيوة أكيد أغلبهم من الشمال. أنا أقول لك اللي لازالوا من يعني في مراحلهم الأخيرة، وبرضه زي ما قلت لك في طلاب يسافروا إلى تركيا. تركيا ما عندنا ابتعاث لها من عندنا نهائيا. تصور كم عدد الطلاب اللي في تركيا، و90% كلهم من المحافظات الشمالية تقريبا. إذن أين الخلل دكتور سالم؟ الخلل أنه ما قبل عملنا هذا الخلل كان موجود، وكانت 82 للمحافظات الشمالية وتقريبا 18 للمحافظات الجنوبية، هذا سابقا. الآن الخلل في المنح، أنا أقول لك الآن العام الماضي اللي اكتشفتها أكثر من 50 منحة تم توزيعها من قبل معالي الوزير ومدير مكتبه والوكيل بدون علمنا. طيب الأكثرية كانوا متجهين إلى تركيا دكتور سالم، الأكثرية من أبناء المسؤولين كانوا متجهين إلى تركيا، هل حزب الإصلاح ضالع في ذلك؟ لا شك في هذا، أنا أعتقد أنه ضالع في هذا الكلام بالتأكيد. طيب دعني أذهب لدكتور وجدي بوزير. دكتور وجدي، كيف تعلق على هذه النقطة؟ النقطة الأخيرة حق ما يتعلق بالإصلاح، فعلا كل منح التي تأتي من بالإحصائيات دكتور وجدي، أولا بالإحصائيات، وأنا الأكثرية لأبناء الشمال أكثر من أبناء الجنوب. نعم، نأخذها بالإحصائيات. للأسف الأخوة في الإصلاح تمام هاضمين أخوانهم الإصلاحيين في الجنوب،
واصحابهم الجنوبيين ساكتين على هذا الشيء، هذا شأنهم. لكن نحن نتكلم على المنح عبر الدولة التي تأتي ضمن موازنة الدولة من مساعدات مالية او منح متكاملة، سواء رسوم دراسية ومساعدة مالية. والتبادل الثقافي تمام هو شيء يسير، بعض الدول تعطيك مقعد وعدم إعاشة، والمساعدة المالية تغطيها الدولة، هذا برضو كاهل ويعني مبلغ يثقل موازنة الدولة. نحن الآن في حالة حرب، نحن نعاني في ضعف الموازنات، في ضعف الخدمات. هذا الشيء يعني تم التوقيف، لماذا عادوا؟ لماذا تم فتح المجال من مرة أخرى؟ هل نحن في حالة ازدهار واستقرار حتى يعودوا فتح هذا المجال؟ هناك فساد تمام من أعلى السلطة إلى أخمص قدمها، لا 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 برر أحد، الكل شركاء، الكل ساهموا في هذا الحالة. نحن الآن نريد أن نعطي فرصة لوضع معايير ثابتة وشفافة للناس، وأن يكون كل شيء معلن أمام البشر، لا ندع للتسريبات لماذا سربوا، لماذا أخفوا، نحن كنا سوف نعلنها. لا، للأسف وزارة التعليم العالي تمام هي حلقة للبيع والشراء في المنح. هناك قد يكون الأخ سالم يبرئ نفسه، لكن أقول لك هناك من هو خلف سالم وداخل الوزارة يبيع ويشتروا في منح. في دول أوروبية ودول عربية ودول صديقة تقدم منح تبادل ثقافي للدولة اليمنية كمساعدة للنهوض بهذه الدولة، لكن للأسف تم استغلالها. وهناك بل لو خدنا أنه أبناء المسؤولين يحصلوا على مقاعد معدلات عالية، لكن هناك لا، هناك فشلة، هناك ناس معدلاتهم متدنية، ومع ذلك يبعثوا إلى أرقى الجامعات ويحصلون على شهادة غير مستحقة، وفي الأخير يزاحمون أبناء البسطاء لتوظيف الدولة، بل قد يكون هم الحكماء والوزراء والسفراء في المرحلة القادمة. طيب دكتور سالم، يعني رشاد العليمي ألغى جميع المنح الدراسية، هل تعتبر هي لاحتواء الموقف بعد انتشارها أم يعتبر ذر الرماد في العيون؟ والله أنا أعتبر هذا غير كافي قطعا. أنا أعتبر أنه الحل المناسب والأصلح تشكيل لجنة نزيهة وتنزل إلى الوزارة وتطلع على كل الملفات وتحاسب من كان مخطي، وأنا أول واحد أعرض نفسي للمحاسبة إذا يثبت أي شيء بدليل ضدي أو أني ساكت أو أني متستر على أي شيء. أنا على استعداد للمحاسبة أمام الكل، وهذا هو الحل الأنسب. أما مسألة أنه نزلوا عيال المسؤولين، هذا حل مش كافي ولا هو صحيح. أنا هذا من وجهة نظري الخاصة، أنا أعتبر أنه تشكيل لجنة ويكون في علمك علشان الكل يعرف. أنا أول واحد طالبت بها وأطالب بها الآن أمام الجمهور، أنه تنزل لجنة وتطلع على كل الملفات، وإحنا مستعدين نوضح لهم كل صغيرة وكبيرة، ومن وجدوه متورط يودوه السجن المركزي، وأنا أولهم إذا وجدوا عندي أي مخالفات. طيب جميل أنك ذكرت هذا الكلام دكتور سالم، إذن لماذا تمت إقالتك؟ تمت إقالتي لأنه عملوا معي مقابلة، عمل معي علي السقاف من إذاعة هنا عدن، عمل معي مقابلة يعني بالإذاعة، وضحت له الشيء البسيط جداً من الفساد الموجود. واليوم الثاني معالي الوزير يصدر قرار بتعيين الدكتور عبد الرقيب بدلي، وإقالتي برغم أنه من ناحية قانونية لا يحق له، أنا لدي قرار من رئيس الوزراء، وفي حالة عندي أي مخالفة يجب أن يوقفني من العمل ويحيلني للمحاسبة وللتحقيق، وأنا مستعد. لكن أتصرف هل عنده ضوء أخضر لا أعلم، أو هو من ذاته وقفني من العمل ولي حوالي شهر وأنا موقف، وفي توقيعات مزورة باسمي وقعها هذا الشخص اللي هو الدكتور عبد الرقيب، لأنه قد عينه قبل تقريبا سنتين، عينه على أساس نائب لي، ورفضته أنا ووجهت رسالة له أنه أنت تعين لي اثنين نواب وأنا مش بحاجتها ومش موجود في هيكل الوزارة أصلا، أنه في نائب لمدير عام البعثات، ورفض يتجاوب، والرسائل الرسالة موجودة معي اللي سلمتها، وكل الوثائق موجودة معي محتفظ بها، وفي الأخير اتضح أنه يوقع القرارات اللي يجيبها لعندي يشتيني يوقعها وهي مخالفة، رفضتها ويوقعها الدكتور عبد الرقيب. كلمت الدكتور عبد الرقيب قلت له كيف توقع وأنا موجود في مكتبي وعلى عملي؟ قال والله أنا كلفني
الوكيل أن يوقع بدلك. طيب دكتور سالم، بعد هذه الفضيحة يعني هل تتوقع إقالة الوزير؟ والله أنا أعتقد أنه مش بس الإقالة وإنما الإحالة للمحاسبة. طيب دكتور سالم، أنت ذكرت في بداية الحلقة يعني أنه من حق المواطنين الاطلاع على الكشوفات، كشوفات المنح الدراسية، هل هذا كان يتم سابقا في كل سنة؟ لا أبدا ما حصل. طيب ابقى معي دكتور سالم، دعني ورحب بضيفي من الرياضة الصحفي محمد المخلافي. أهلا بك سيد محمد، يعني ما تعليقك على هذه التسريبات وما حدث من منح دراسية لأبناء المسؤولين والمتنفذين في الدولة؟ بداية السلام عليكم، عليك وعلى جميع ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام كذلك. الأمر طبيعي والجميع يعرف جيدا أن هذا الفساد متغلغل في مؤسسات الدولة منذ وقت مبكر. أنا أعتقد أنه موضوع المنح هذا يعد أتفه يعني فضيحة يمكن أن تواجه الحكومة من خلال الممارسات التي رأيناها طوال الفترات الماضية أو السنوات الماضية، وهذا ما أدى إلى إطالة أمد الحرب لثمان سنوات ربما. هذا ملف صغير جدا داخل البحر من الفساد والمحسوبيات. يعني المؤسسات وهدم هذه المؤسسات ونخرها بالمحسوبية والفساد هو بدأ منذ وقت مبكر، والنهج نهج المؤسسات اليمنية في إدارة هذه الملفات كان يغلب عليه الفساد منذ عقود وليس من الآن، لكن مع ازدياد هذه الوتيرة مترافقة مع الحرب التي أكلت الأخضر واليابس والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون، جعل هذا الأمر يعد كارثيا بدرجات دعنا نقول يعني عظمى، لأنه في الأخير الناس ينتظرون من المؤسسات الدولية الدعم بآلاف الدولارات، بينما كل هذه العائدات الوطنية تذهب إلى جيوب هؤلاء الفاسدين. المنح ومسألة المنح اعتقد أنه الأمر كان ربما أقل عرضة للفساد في السنوات الماضية التي كانت يعني قبل الحرب، وإذا ما عدنا العجلة إلى الوراء لعقود أخرى سنرى بأنه كان مسألة اختيار الطلاب للمنح كانت في فترة من الفترات تذاع على المذياع وتذاع أيضا حتى على وسائل الإعلام الخاصة بالدولة، وفجأة نرى بأن هذه الكشوفات تختفي ويتم إعدادها في جلسات مغلقة تعتمد على المحسوبية وتعتمد كذلك على المعرفة الشخصية، وهذا ما أودى بنا إلى هذه النتيجة. أنا أقول أنه هذا الأمر لن يتم حله إلا بإيجاد معايير واضحة يمكن للناس أن يعرفوا من خلالها الوسائل التي يتم اختيار هؤلاء الطلاب للذهاب والابتعاث للخارج. يعني قد يقول البعض بأنه هناك أولاد شهداء وأنه هناك فئات معينة ضحت في هذه الحرب سواء في المناطق الجنوبية أو في المناطق الشمالية، ويستحق أبنائهم أن يذهبوا للدراسة مقابل ما قدمه آبائهم الشهداء. طيب. وأنا أقول أنه لا مانع من ذلك، لكن بإيجاد معايير واضحة وبنسب معينة ويجب أن تتطابق الشروط والمعايير على الطلاب. نعم. إذا سيد محمد، هل تتوقع رد فعل من قبل مجلس القيادة والحكومة على هذه الفضيحة، مثلا التوجيه بمحاسبة المتورطين، إقالة الوزير أو حتى المسؤولين على هذا الملف؟ هو رئيس مجلس القيادة أصدر قرار بإعادة ربما دراسة هذه كيفية هذا الاختيار وحصر هؤلاء الذين تم اختيارهم ولديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى لمسؤولين، ولكن أنا أعتقد أن هذا الأمر غير كافي، ولكن مجرد الاستجابة لصوت الناس بعد سنوات من اليأس تماما من رد أي ردة فعل من قبل السلطة
تجاه أي أصوات تتعالى تجاه الفساد أو تجاه هذه المحسوبية، الأمر بحد ذاته جيد، ويجب أن تتحول هذه الأصوات إلى إعصار يقود هذه التحركات ويشجعها ويدفعها، يكون ظهيرا شعبيا ويكون أيضا سندا شعبيا لهذه القرارات، لأنها لا تصدر بسهولة. فكرة أنه مسؤول في الدولة كعضو في مجلس القيادة الرئاسي أو حتى رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو حتى رئيس الحكومة لا يستطيع أن يقود هذه الثورة لوحده، الأمر متغلغل بدرجة كبيرة، لا يمكن للناس أن يعرفوا درجة تغلغل هؤلاء النافذين في مسألة اختيار هذه المقاعد أو حتى الوظائف. المسؤولين يعتقدون، أنا سأختصرها يعني بشكل مبسط، يعتقدون بأن هذه المقاعد هي حق لأولادهم بمعنى الكلمة، وأنا جاد فيما أتحدث به، يعني كان من قبل هذه المقاعد هي حق للطلبة المتفوقين في الجمهورية اليمنية من أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات كذلك، وبعض المتفوقين في الدراسات العليا في الجامعة يذهبون لإكمال دراستهم كابتعاث من الجامعات للماجستير والدكتوراه. لكن بعد الحرب هاجر هؤلاء المسؤولين إلى الخارج، وبعد أن كانوا يستطيعون يعني الذهاب بأولادهم إلى الجامعات الحكومية ابقى بحصص معي معينة من الجامعات. نعم ابقى معي تفضل. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في من برنامجكم توقيت عدن، ودعوني أرحب بضيوف مرة أخرى من عدن، الدكتور سالم الطاهري مدير عام البعثات والمنح الدراسية في وزارة التعليم العالي، وأيضا من المكلا الدكتور وجدي بوزير أستاذ الإعلام السياسي بجامعة حضرموت، ومن الرياض الصحفي محمد المخلافي. أهلا بكم جميعا مرة أخرى. دعني أبدأ معك دكتور سالم، كيف يمكن تفادي ما حدث خلال السنوات الماضية وتوزيع المنح الدراسية على المستحقين؟ والله أعتقد ما في صعوبة كثيرة في الأمر هذا، في قدو في لجنة موجودة يعني على مستوى الدولة كامل، بس طبعا نتيجة الحرب ونتيجة نقل الوزارة إلى عدن كانت في صعوبة، فتشكيل لجنة، وهذه اللجنة تضع معايير للمنح الدراسية اللي هي منح التبادل الثقافي فقط، وعلى ضوءها يتم الإعلان عن هذه المعايير للكل، يتم الإعلان للمعايير للكل، وعلى ضوءها يتم الالتزام. وبالنسبة للمساعدات المالية إن وجدت إمكانية برضو عند الدولة فلا مانع مساعدة الطلاب، ولكن وفق معايير تسجل، وقد طرحنا هذا الكلام من أول ما بدأنا العمل ولكن لا أحد يسقي لكلامنا. طرحنا مقترح أنه الطالب الذي تخصص نادر واحد الذي قد أنهى نص الفترة بدون ما يتخلف بدون ما يرسب نتائجه الدراسية جيدة يحضرها، في الحالة هذه يتم اعتماد المساعدة المالية للطالب للفترة المتبقية، وهذه يجب أن لا تكون بالأوامر أو التوجيهات، يجب أن تكون وفق ومعايير اللجنة هي المسؤولة عن هذا الأشخاص الذي يتم اختيارهم أو اعتمادهم، ليس بتوجيهات الوزير أو حتى من أي جهة كانت. أنا هذا رأيي ومقترحي، وفي الحالة هذه أنا أعتقد أنه سيتم تلافي الأخطاء ولو بنسبة عالية جدا يعني. طيب إذن يعني الدكتور وجدي بوزير، يبقى الفساد هو أحد التحديات الحقيقية أمام مجلس القيادة الرئاسي، وعاقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تحدث رئيس المجلس وعدد من نوابه عن ضرورة محاربة الفساد وإعادة تشكيل الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد، إلى أين وصلت تلك الجهود برأيك؟ الجهود يعني بسيطة جدا، لم نراها لها أي ملموس على الواقع، يعني لاحظنا فيما انخفاض في أسعار تذاكر الطيران باليمنية هناك صفقة فساد تكلموا عليها سابقا، الآن منح الدراسية والتبادل الثقافي، هناك في بيع مشتقات النفطية، يعني كثير من الفساد. الفساد هو يعني حالة أزلية في المجتمع اليمني، لكن الشعب عول كثيرا على قيام مجلس الرئاسي القيادي كطوق نجاة لنقل البلد إلى حالة أفضل
من حالتي يعانيها، لكن أتمنى أن أنا أرى شيء ملموسا على الواقع. وهذه فرصة أتت على طبق من ذهب، لابد من إقالة وزير التعليم العالي ومحاسبة كافة الضالعين في هذه القضية تحديدا، وكذلك زي ما ذكر القرار الرئيس رشاد عليمي بحصر ومتابعة المعينين بالدرجة الأولى من قرابة المسؤولين وأبنائهم في الوزارات والملحقيات والبعثات الدولية. هذا باب لأقل حاجة إسكات أو إرضاء بعض الشيء للشعب المواطنين حتى يعني يتلمسوا أن هناك في تغير. لكن أما السكوت وتهدئة الأوضاع بتشكيل لجان أو قرارات تمام لا ترى لها أي ملموس بالواقع، فأرى أن هذا عبثا وضياعا للوقت، وسوف يستمر الحرب سنوات وسنوات مدام أن القائمين على مسؤولية البلد. هل تقصد يعني هل تقصد دكتور وجدي هل تقصد أن متى هذا الفساد سيظل موجودا حتى بعد هذه الفضيحة أو حتى غيرها من الفضائح يعني؟ نعم نعم. طيب إذن إقالة الوزير، نعم، لو كان هناك إقالة للوزير هل سيكون كافيا ومرضيا للشعب دكتور وجدي؟ زي ما قال الأخي دكتور سالم، إقالة مع إحالة للمحاسبة هو ومن معه من وكلاء بالوزارة أو مختصين أو الكل، حتى نرى هناك في شفافية في التعامل. لابد أن يكون هناك في معايير الابتعاث تكون واضحة حتى كل واحد يأخذ حقه. لماذا يكون هناك في لجان خاصة في المحافظات ترفع نسب المستحقين من قبلها، وبعدين نرى العدد التعداد البشري في كل محافظة عشان لا يأمن الظلم، أن يكون هناك 82% لأبناء المناطق الشمالية و18% من المناطق الجنوبية. هذا ظلم يعني، لو حسبناها بالتعداد البشري الشمال يحظى بعدد أكبر، ما قلنا شيء. نعطي برضه للتفوق العلمي، للحاجة في التنمية، الحاجة في الخدمات، حتى يكون هناك أسس لبناء الدولة الحديثة. نعم طبعا، لكن هناك كانت إحصائيات يعني دكتور وجدي أن يستمر بالطريقة هذه، أعتقد أن هذا نحن نعم نحن ذكرنا أن هناك إحصائيات، وكانت يعني بحسب الإحصائية أن هناك 3517 منحة دراسية فقط للجنوبيين، كانت 255. إذن دعني أنتقل لسيد محمد المخلافي. ظل الفساد طوال السنوات الماضية أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد، بل ربما هو سبب معظم الأزمات. سيد محمد، هل ترى أن مجلس القيادة قادر على الحد من هذه أو من هذا الفساد إن لم نقل القضاء عليه؟ شوف، قبل أن نصل إلى مجلس القيادة، اليمن كانت بحاجة إلى الكثير من المساعدات الدولية بما فيها مؤتمر المانحين يعني قبل سنوات، قبل حتى عام 2011 كانت المعضلة الأساسية التي تواجه هذا المؤتمر وتواجه هؤلاء المانحين الذين يرغبون بمساعدة اليمن هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. أحداث عام 2011 قامت وخرج يعني جزء كبير من الشعب بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، لكن في الأخير ذهبنا إلى نتيجة أسوأ بكثير لما قبل عام 2011، واستبدلنا الفاسدين بفاسدين جدد. الحوثيين دخلوا صنعاء تحت عنوان الفساد ومحاربة الفساد، واستبدلوا الفاسدين الموجودين بفاسدين أعظم بكثير، لأنهم يمارسون الفساد بعنصرية وبامتهان للناس. يعني اليوم حتى المنظمات التي تساعد الميليشيات الحوثية وتحارب الحكومة، وهذا طبعا لا يبرئها من الفساد، تحارب الحكومة تحت هذا العنوان. ولاحظنا يعني في تقرير من التقارير المغلوطة الذي وجه ضد البنك المركزي ثم اعتذرت عنه منظمات الأمم المتحدة، كان يتهم البنك المركزي بالفساد أو بصرف الوديعة بطرق غير يعني واضحة أو غير ذات شفافية، وهو في حقيقة الأمر لم يكن هذا الأمر ضمن هذا السياق، وإنما كان ك يعني مساعدة مجانية للميليشيات الحوثية. الحديث عن الفساد ينبغي أن يكون حديث ذا عقلانية وفي أطرها القانونية التي يمكن من خلالها إيجاد حلول واقعية وليس مجرد يعني
انتفاشات إعلامية أو بعض الأعاصير الشعبية التي تنتهي بمجرد انتهاء هذه اللحظات التي يتحدث فيها الناس عن هذه الفضائح. ينبغي أن يتحول هذا الصوت الشعبي الكبير إلى دافع قوي لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمحاسبة كافة الفاسدين، وبطريقة أو ببرنامج يتم بناءه وفق مركز دراسات يستطيع أن ينقل اليمن من هذا المستنقع الذي تعيشه منذ عقود وليس منذ أعوام فقط. لكن يعني استمرار الحرب بهذه الطريقة وأمراء الحرب هو ما ضاعف من وتيرة انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية. لدينا مؤسسات يعني حكومية مستقلة ينبغي تفعيلها وينبغي دعمها كذلك بشخصيات مستقلة وشخصيات يعني ذات شفافية وشخصيات تحب اليمن، شريفة يعني يهمها مصلحة المواطنين من أجل تطبيق هذه القوانين ومحاربة الفاسدين. كذلك لدينا يعني مجلس النواب وهو الوسيلة التشريعية والوسيلة أو السلطة التي يمكن من خلالها محاسبة هؤلاء الفاسدين، مساءلتهم، يعني استدعاء الوزراء الواحد تلو الآخر ومساءلتهم. إذا ما تم تفعيل هذه المؤسسة أعتقد أنه وتيرة انتشار الفساد ستقل بشكل أكبر في المؤسسات اليمنية. لكن ما زلت أقول بأنه هذه الفضيحة الخاصة بمنح الطلاب ما هي إلا ربما ما يأخذه أو ما تأخذه إبرة من بحر في مستنقع كبير من الفساد. يعني ندخل في المشتقات النفطية وندخل أيضا في المنح الدولية وندخل في أراضي الدولة وكثير كثير من الأمور بما فيها أيضا البضائع التي تمر عبر نقاط منتشرة هنا وهناك، ويتم تحصيل يعني عشرات الملايين من الريالات يوميا لهذه النقاط، وتصل هذه السلع للمواطنين بأضعاف أضعاف أسعارها. وبالتالي نحن نقع جميعا ضحية هذه الحرب المستمرة التي يريد استمرارها أمراء الحرب، والذين أيضا شكلوا لوبي وشبكة عنكبوتية تمتد لأرجاء مختلفة من اليمن، أحيانا تتشارك أيضا حتى مع بعض الفاسدين وبعض أمراء الحرب في مناطق الحوثيين لمصالح مشتركة. المال هو ما يجمع هؤلاء، وبالتالي لا يوجد لديهم أي ثوابت وطنية ولا يوجد لديهم أي ثوابت أيضا أخلاقية. إلى من تشير هنا سيد محمد؟ إلى من تشير هنا في حديثك أن هناك مصالح مشتركة؟ إلى من تشير تحديدا؟ أشير إلى أمراء الحرب. أنا لا أتحدث هنا عن انتماء مناطقي أو انتماء حزبي بقدر ما يجمع هؤلاء المال. المال إذا حضر يعني ذابت كل الخلافات بين هؤلاء. كل من يتكسب من هذه الحرب في هذه السنوات الأخيرة ويعني يرمي بهذه المصالح على عاتق المواطنين، يعني إيجاد مصالح مشتركة ما بين هذه اللوبيهات الفاسدة، أعتقد أنه لا يوجد لديه أي مانع في مشاركة الحوثيين أو حتى غير الحوثيين. طيب، من يمكن لهم يعني إيجاد مصالح له وإثراء أرصدته. طيب أبقى معي سيد محمد، دعني أذهب لي الدكتور سالم الطهري. يعني دكتور سالم، هل سنرى إصلاحات حقيقية في وزارة التعليم العالي بعد هذه الفضيحة؟ عفوا أستاذي الكريم، اسمح لي أولا أن أوضح نقطة بسيطة للجمهور وللي بعض وسائل التواصل الاجتماعي اللي يكتبون بأنه اختلفت المصالح ولهذا بلغت. لا، أنا بلغت في إبريل من العام هذا رئاسة الوزراء خطيا، وبعدها بلغت جهاز الرقابة والمحاسبة، رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة برضو في نفس الوقت، أنه في عندنا مشاكل في الوزارة، في عندنا فساد في الوزارة، أوقفوه. وبلغت كل الجهات بلغتها. الإقالة حصلت لي في 10 نوفمبر، فلهذا للكل يجب أن يفهم ويعرف أنه البلاغ كان مسبقا، وأن احنا كنا معترضين على هذه التصرفات التي تحصل. أما فيما يخص السؤال الذي طرحته، فنحن نتمنى أن يحصل تغيير في وزارة التعليم العالي، وهي الوزارة الأساسية والتي يعتمد عليها الأجيال القادمة والبلد. فيجب أن يكون فيها تغيير جذري، وبالمناسبة في كل قطاعاتها يجب أن يكون نزول لجان والتأكد من كل الأخطاء. زي ما تكلمت سابقا، نحن أول الناس سنقدم أنفسنا للمساءلة.
للمساله ونتمنى ان يكون فيها تصحيح. وزي ما اتكلم طيب. الاخ الزميل الصحفي المخلافي كلام جميل جدا، نتمنى ان يكون في كل الوزارات وفي كل المؤسسات التصحيح، وهذه نقطة البداية نعتبرها نقطة البداية للتصحيح. نعم. ونتمنى من مجلس القيادة ورئاسة الوزراء العمل على في هذا الاتجاه. نعم، أنا أشكرك الدكتور سالم الطاهري من عدن، مدير عام البعثات والمنح الدراسية في وزارة التعليم العالي، وأيضا من المكلا الدكتور وجدي بوزير أستاذ الإعلام السياسي بجامعة حضرموت، ومن الرياض الصحفي محمد المخلافي، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، تقبلوا تحياتنا من طاقم الغد المشرق، وفي أمان الله.